بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخواني. في هذا الفيديو غادي نقدم لكم كيفاش تنشأ ميساج بوكس خاص بك، يعني تكوستميزيه، دير فيه اللغة اللي بغيتي، الشكل اللي بغيتي، تستعمله في داخل البرنامج ديالك فوق ما بغيتي. إذا نبداو على بركة الله. نصوب واحد الفورم، وغادي انطلاقا من هذاك الفورم يعني نصوبو ايضا واحد الباطن كليكيو عليه باش يطلع لنا هذا الميساج بوكس اللي بغينا نصوبو حنايا. اذا تبعوا معايا وان شاء الله غادي تستافدوا. كليكيو على نيو بروجيكت، صوبوا واحد مشروع بسيط يكون نسميه ماي اون ميساج بوكس. هذا فورم عادي فقط، غادي نستعملو نصوب عليه واحد الباطن، ندير عليه باطن. هذا الباطن هذا ملي غادي نضغط عليه غادي ينباتق ليا داك الميساج بوكس اللي غادي نصوب. اذا هذا ميساج فورم عادي، غادي نكستمايزي الباطن. هنا عندنا فورم 1 وهذا، غادي نشوفو واحد الفورم اخر نسميه ميساج بوكس هاد ويندوز فورم نسميه ميساج بوكس. اوكي، هذا هو الفورم. من بعد ممكن تكستميزي انت كيف ما بغيتي. هذا هو ميساج بوكس، غادي نجعل فيه واحد جوج ديال لي بوطون. غادي ندير واحد لابيل هنا باش يطافيش عليا الميساج اللي بغيت اللي غادي نرسلو. هادي لابيل نسميها، خليوها خويا البوطون هذا نسميوها هنا عفوا. هنا ممكن تكتب اللغه اللي بغيتي، يعني باللغه العربيه او ب انا غادي نستعمل، غادي نكتب موافق ولا الغاء. غادي نجي غادي نكتب كنستعمل كلافي الكسي لاغوس، نكتب مثلا موافق، غادي ناخذها ماشي بلا هنا، نجي فوق هاد البوطون هدا نكتب تاني الغاء. نمشي نسمي هاد البوطون هدا نعطيه بي تي ان كانسيل، نجي فوق الموافق نعطيو ني عفوا نديرو بي تي ان. اوكي، هنا كيف ما عرفتو عندنا هاد لابيل سميوها، خليوها لابيل 1. هدا هو الميساج بوكس اللي غادي نبعتو لينا. نرجعو لهاد الفورم هذا قبل نمشيو نكستميزيو هذا، نضغط على هنا فيو كود، غادي نجي لهنا غادي ناخذ نسخه من هاد الفورم هذا، غادي نعمل استاتيك ميساج بوكس سمي اف ار ام. وغادي نجي غادي نكري واحد انستانس استاتيك، غادي ترجع لي هاد الفورم هذا او هاد الميساج بوكس. هاد الفورم هذا غادي نبغي يرجع لي الديالوج بوكس، الديالوج ريزالت عفوا، الديالوج ريزالت. اذا غادي نسوق الديالوج ريزالت عفوا،
dialog result ونعطيه سميناها result. نعطيها هنايا alt f dialog result dot نعطيها now. غادي نجي تحت من الكونستراكتور وغادي نكري واحد الميثود ستاتيك نخليها public. عفوا public static حتى هي من نوع dialog result ونسميها مثلا display. هاد الميساج هذا هاد الميثود هذا غادي نبغي نرسل ليها جوج ديال لي بارامتر. بارامتر الاول غادي نرسل باش نعطيه هنا الاسم ديال الرساله والبارامتر ديالي في هذا اللابيل هذا نوع الرساله يعني نص الرساله. غادي نجي هنا غادي نعمل سترينغ عفوا سترينغ تكست على تاني string message. اوكي هنا غادي نمشي لهاد الفورم هذا اللي غادي نضغط على اوكي غادي نبغي هاديك الميساج بوكس ماي او الميساج بوكس هو هاداك دوت اللي كيف ما كتشوفو الميساج بوكس دوت display. هنا غادي نعطي جوج رسالات نعطي مثلا delete فاصلة بارامتر لاخر نعطيه او لا نستعمل اللغة العربية. نجي هنا غادي نكتبو حذف تريد فعلا هل تريد فعلا حذف شيء تريد فعلا حذف شيء اكتبه هنا وغلق هاد الميساج كامل غادي يرجع لينا واحد النوع ديالوغ ريزالت بوكس. انا غنستقبلو ديالوغ ريزالت بوكس لان هاد الميثود هادي من نوع ريزالت بوكس. اذا غادي نجي هنا غادي ندير اف ار ان كيساوي نيو هاد الميساج بوكس هذا ناخد منو صحاب اوكي نجي نقول frm dot text كيساوي ليا اش هاد التكست هذا. غادي نجي عاوتاني غادي ندير frm dot label 1 اللي خلينا نقول dot text كيساوي ليا هاد الميساج هذا. اوكي نجي هنا نقول frm dot show dialog نجي هنا غادي ندير result return عفوا return result. لحد الساعة ملي غادي نباطق ليا هاد الفورم هذا ملي غادي نكليكي على اي باطن غادي يرجع ليا الريزلت. هنا غادي نجي نخدم على لي باطن اللي غادي نكليكي عليهم باش نخصص هاد الريزلت هادي نعطيها واش نو ولا يس. هنايا بار ديفو نو هنا عطيتها بار ديفو هنايا عطيتها نو يعني ملي غادي نكليكي على واحد الباطن نجيو مثلا على هاد الباطن هذا الإلغاء فقط غادي ندير ديس بوت close this dot close يعني لا شيء. إذا جيت راح موافق غادي نجي غادي ندير له result
كيساوي dialog result dot yes. وغادي نغلق هاد الفورم هذا yes dot close. حتى هنا غادي تشوفو نقدرو نستعملوه دابا نجربو. استغفر الله العظيم. نضغطو هنايا غادي نباطق لينا هاد الفورم هذا ديال الميساج بوكس. نضغطو هاهو كيما كتلاحظو هل تريد فعلا حذف الشيء، يعني اي رسالة كتبتها غادي تطلع لي هنا هنايا تكس، يعني النوع ديال واش هو حذف ولا كذا. إذا ضغطت هنايا غادي يختفي هاد الفورم هذا، بغا يرجع ليا والو، غادي يرجع ليا النو، يعني لا شيء، يعني لا شيء غادي يتم. نضغط دابا بغا يعني لا شيء. إذا ضغطت على عفوا إذا ضغطت على موافق غادي يرجع لي يس، ولكن أنا حسب أشنو بغيت هنا، حسب أشنو بغيت، أشنو بغيت هنايا، أشنو بغيت هنايا. هنا غادي نكري واحد فايبل باش غادي نكتب هنايا ريز عفوا دايلوغ ريزالت ريز نعرفها تما. غادي نجي هنا غادي نكتب ريز كتساوي هنا غادي ملي غادي نقوم ب يعني ملي غادي نباطق ليا هاد الميساج بوكس وغادي نضغط على الغاء ولا موافق، غادي تعمر لي هاد الريزالت بالنوع واش يس ولا نو. من بعد غادي نكليكي على واحد نجي هنا نصوب عفوا نجي هنا نصوب واحد البوطو اخر نشوف اشنو رجع ليا باش نتاكد اشنو رجع ليا. نسمي هنايا نعطي مثلا returned result. هنا غادي نضغط هنايا نجي هنايا غادي ندير الميساج بوكس العادي ديالنا اللي كنعرفو بوكس دوت شو نعطي هنايا ريز دوت تستينغ هذاك النوع. اوكي نجربو دابا هنايا نضغط على واش اوكي ولا واش موافق ولا الغاء. نضغط مثلا على الغاء غادي نشوف اشنو واش رجع لينا ولا يس. غادي يكون فعلا رجع لينا نضغط كما كتلاحظو رجع لينا. نعاود نفرجي نضغط على موافق هنا راه رجع لي يس. نضغط شوف شنو رجع لي غادي نلقى يس. اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا، نتمنى التوفيق للجميع. وهاد الكود هذا غادي نجعلو في شي فيشي وغادي نوضعو تحت الفيديو في الوصف اللي بغيتي لشارجيه يستفد منه. حتى لهنا كنطلب منكم تضغطوا لايك على هاد الفيديو هذا وتبارطاجيوه الى بغيتوا الاصدقاء ديالكم يستفدوا. كنتمنى التوفيق للجميع والى اللقاء.